ايوه مش عارف ايه كده يعني اسماء ما وفريده حسان. فريده حسان ده جوه بقى مدرسه فريده حسان. ودي بقى ديت بتاعت الشناوي. استناني استناني يعني ده قصر الشناوي بس انا بقراه في الكتب. لا الشناوي له كذا قصر بس دي من ضمه. يعني سيادتك ده قصر من قصور الشناوي. ده له على البحر اتنين تلاته كمان. اداره الجامعه. اداره الجامعه الفخم دي واللي على الشمال وانت طالع يعني التالي. سيادتك المبنى ده قصر من قصور الشناوي. بس هم دي مدير الامن مأجراه واخداه من زمان. والشارع ده سيادتك اسمه شارع ايه؟ ده اللي احنا فيه ده اسمه شارع الجيش. ده الجيش من هنا لصندوق. كله ده شارع الجيش. وعند قدامنا جامع النصر لو تتذكر كان فضيله الشيخ الشعراوي بيجي هنا. انا حضرت له محاضرات كتير. فضيله الشيخ الشعراوي هنا في جامع النصر. ده بيقال ان جامع النصر افتتحه جمال عبد الناصر لان جامع تاريخي. جامع ده لجميع المحافظات واحد شكله. الله اكبر. ودمياط وكل حاجه مكتوب على جامع النصر. اي كلمه نصر احنا كنا شركه النصر. صح يقول محل النصر. صح جماعه النصر كان بيجي يخطب هنا اهو. ايوه شفته وانا صغير بيخطب في القصر ده في البلكونه دي. انا شفته وانا صغير في قصر الشناوي. شفته وانا صغير في البلكونه هنا وعمل يعني جمال عبد الناصر خطب في قصر الشناوي. شفت انا شفته مره وهو جاي في القطر لان احنا شفت السيد وهو جاي في القطر برضه. هو وكارتر. انت شفت السادات وكارتر عين عينك في القطر. ما كان مش الشارع ده كان القطر الرئاسي. مش من الشارع ده. ربنا يحفظ سيادتك يا فندم. بسم الله ما شاء الله يا رب يحفظك. انت بتروح تصلي بتروح الباليه في العشاء؟